أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين النبي والرسول في وجوب تبليغ الرسالة؟ تبليغ بمعنى الإلزام، بمعنى الإلزام والجهاد عليها، هذا خاص بالرسول. أما التبليغ بمعنى الدعوة إلى الله والبيان، هذا يشترك فيه الرسول والنبي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.